حديقة السموم أنويك هي واحدة من الحدائق العامة الملحقة بقلعة أنويك في إنجلترا، إلا أنها تحتضن خلف أبوابها السوداء مجموعة من النباتات والأشجار الأكثر خطورة وسماً في العالم. أما داخل الحديقة فتجد فريقاً من المرشدين يرافق الزوار ليعرفهم على النباتات السامة واستخداماتها ومدى خطورتها بعبارات ممنوع اللمس، الشم أو القطف. تضم حديقة السموم ما يقرب من 100 نوع من المخدرات غير المشروعة، بما فيها الخشخاش الذي يستخدم لصنع الأفيون وكذلك الكوكايين، وقمنا بتثبيت لوحات تحذيرية كتب عليها هذه النباتات قاتلة. ولضمان سلامة الجمهور ولصد السارقين، يسهر قسم المراقبة في الحديقة على حراستها ومراقبتها على مدار الساعة، كما تم بناء سياج حديدي حول بعض النباتات الخطيرة لتجنب حوادث التسمم أو السرقة لاستخدامها في صنع المخدرات. صدمت من الضرر الكبير لبعض النباتات، وأعتقد أن أطفالي استفادوا كثيرا وأصبح لديهم فكرة عما يوجد في الحدائق عامة من نباتات ضارة. تبقى حديقة السموم إضافة جديدة لحدائق أنويك، وقد تم استيحاء فكرتها من حديقة سامة في إيطاليا استخدمها الميديسي في قتل أعدائهم.